بيشتغل كتير بيسألوا ليه في فرق في أسعار التركيبات من مكان للتاني. أول حاجة لازم أعرفها إن في فرق بين أنواع التركيبات وبعض، يعني في حاجة اسمها بورسلين، وفي حاجة أجدد منها شوية اسمها زيركونيا، وفي حاجة اسمها الإيماكس. كل حاجة فيهم ليها استخدامها، كل حاجة فيها ليها مميزاتها، وعشان كده بيكون في فرق في التكلفة بين واحدة فيهم والتانية. خلينا نتكلم على حاجة مثلا زي الزيركونيا. في عندي كذا نوع من الزيركونيا، في عندي شركات ياباني كاتانا، وفي شركات سويسري ايفوكلار، وفي حاجة كمان صيني، ففي فرق كبير في التكلفة بين التلاتة. حاجة مثلا زي الايماكس، الايماكس عندي في منها غير اختلاف الشركات المصنعة للايماكس، انا في عندي في اختلاف في التكنيك اللي بيتعمل بالايماكس. في حاجة اسمها ايماكس بريس، وده بيتعمل لحد كبير بشكل يدوي، وفي حاجة تانية ايماكس كاد اللي هو بيتعمل عن طريق جهاز اسمه الكاد كام، وده بالتالي التكلفة بتاعته بتزيد. نقطة تانية بتزود عندي التكلفة أو بتفرق عندي في التكلفة هي مهارة التكنيشن نفسه، فني المعمل اللي بيعمل الكراونز أو اللي بيعمل التركيبات، المهارة بتاعته بتفرق كتير جدا جدا في التكلفة بتاعت التركيبات. ممكن جدا لو أنا اديت اتنين فنيين معمل نفس الماتيريال النتيجة تكون مختلفة تماما، وده بيفرق معايا كتير جدا جدا في نجاح التركيبات. خلينا نشوف في العيادة الموضوع هيفرق ازاي. انا عندي الماتيريالز نفسها او الخامات اللي الدكتور بيستخدمها ممكن تفرق جدا في التكلفة. يعني انا مثلا عندي المقاس اللي باخده عشان اقدر ابعته للمعمل، المقاس ده في منه كذا نوع، حاجة اسمها كوندنسيشن سيليكون، حاجة اسمها اديشنال سيليكون، كل واحدة فيهم بتدي نتيجة مختلفة عن التانية وكواليتي مختلفة عن التانية. بل الاديشنال سيليكون دي نفسها في شركات مصنعة ليها، كل واحدة فيهم التكلفة بتاعتها بتختلف، وكلهم بيأثروا بعد كده في النتيجة النهائية بتاعتي. بيأثروا ان يكون عندي الكراون يكون مقفل كويس، ما يكونش في عندي فيه سبيس او في مسافة مفتوحة بينه وبين السنة. المسافة دي في الاول بتكون بتتقفل باللزق، بس واحدة واحدة مع الوقت يبدأ اللزق ده يدوب ويبدأ يتحول عندي لتسوس يخلي السنة كلها تتكسر بالتركيبة. نقطة تانية هي فكرة مهارة الدكتور اللي بيعمل التركيبات، ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا، مهارة والإكسبيرينس بتاعت الدكتور. نقطة تانية بتفرق عندي هي مهارة الدكتور اللي بيعمل التركيبات. مهارة وخبرة الدكتور دي بتفرق عندي من أول التشخيص بتاعت الحالة ووضع خطة علاجية تكون مناسبة ليها. الخطة العلاجية لو مش محطوطة كويس ممكن جدا تؤثر على الأسنان المبقية وتخلي الأسنان دي كلها تقع في المستقبل لو نزل عليها فورس كتيرة أو نزل عليها لود أو حمل كبير. حاجة تانية فكرة الديزاين بتاع التحضير اللي بيعمله الدكتور، فكرة المقاس اللي بيبعته للمعمل عشان يرجع التركيبات مظبوطة ومتقفلة كويس، فكرة اختيار اللون، فكرة اختيار الديزاين اللي بيحدده مع المعمل، كل الكلام ده هو بيكون الدكتور هو الليدر بتاع فريق مكون منه هو ومن الفني المعمل، هو اللي بيعمل جايدنج لفني المعمل ان هو يبدأ يعمل حاجة تدي نتيجة في الآخر شكلها طبيعي، تكون شكلها ما يفرقش عن بقية الأسنان اللي حواليها. أو تكون النتيجة في حالة المريض اللي عايز حاجة تجميلية أو في حالة البيشنت محتاج حاجة تجميلية، إن أقدر أعمل حاجة تكون حسن الشكل الجمالي، تكون ماشية مع الديزاين بتاعها مع شكل الشفايف وشكل الوش بتاعة المريض. التكلفة بتختلف من بلد للتانية بحاجة طبيعية جدا بسبب اختلاف المعيشة واختلاف مستوى المعيشة بين مكان وتكلفة المعيشة بين دولة والتانية. فبالتالي لو بصيت مثلا حاجة زي أمريكا هلاقي الكراون الزيركونيا بيبدأ من حوالي $800، ولو حاجة في الخليج بيبدأ من حوالي $250، لكن هنا في مصر هتلاقيه بيبدأ $120. ممكن يكون نفس الكواليتي بس اختلاف مستوى المعيشة خلى اختلاف التكلفة تختلف من بلد للتانية. ولو بصيت حتى هنا في مصر ممكن ألاقي في رينج كبير جدا في الأسعار من عيادة للتانية. طبعا الرينج ده ممكن يكون مختلف بسبب اختلاف أماكن العيادات أو اختلاف الكواليتي بتاعت الماتيريالز أو التكنيك اللي استخدمه الدكتور. أهم حاجة إن أنا ما استخدمش السعر كهو الرفرنس الوحيد أو هو الطريقة الوحيدة اللي أحكم بيها على جودة الخدمة. ممكن يكون السعر عالي بس جودة الخدمة مش كبيرة، ممكن تكون السعر مش عالي بس جودة الخدمة كبيرة. أهم حاجة إن أنا أستخدم الخطوات اللي اتكلمنا عنها في الأول في إن أنا أحكم على الخدمة اللي متقدمة ليه.